من الناس المقربة جدا، خليني أقول عشرة عمر وصداقة من مستوى مختلف ومستوى خاص جدا، مع كابتن سيد عبد الحفيظ، معانا نجم النادي الأهلي كابتن وليد صلاح الدين. كابتن وليد صلاح الدين سيد عبد الحفيظ. خليني أقول معلومة بس قبل ما تخش. يعني أنت عارف كابتن وليد صلاح الدين مواليد 27/10، وأنا 27/10، انتوا الاثنين في نفس اليوم، احنا الاثنين اهو. بس هو يعني دخل المدرسه، قررتوا ما تجيبوش لبعض هدايا. لا، وليد بيعمل ثلاثة عيد ميلاد في السنه. حبيبي يا كابتن وليد. استاذ احمد حبيبي، اهلا بيك، تحياتي ليك ومنور الشاشه. تسلم كابتن وليد، ومبروك يا كابتن سيد، الف مليون مبروك. حبيبي يا وليد، وحاجه جميله جدا، يعني فرحتوا الاهلاويه كلها، حاجة جميلة جميلة جميلة، ألف مليون مبروك يا كابتن سيد. حبيبي يا كابتن وليد، معلش أنا هقطعك طبعًا، بس والله طبعًا طبعًا والله في يعني أنا على المستوى الشخصي لما كنت صغير كان مثل الأعلى كابتن علاء ميهوب. أيوة. يعني واحد من الناس اللي هي على مستوى الكرة يعني طبعًا نادرة الحدوث يعني. لكن في اتنين أنا لعبت معاهم، واحد في الأهلي واحد في الزمالك. من النوادر ان انت بتتفرج، طبعا بيبقى ليك دور وتجري هنا وتتحرك هنا وتتمركز هنا، فصعب اللي هقوله ده. أيوة. بس والله ده كان بيحصل. وليد صلاح الدين كنت تتفرج عليه وانت بتلعب معاه، تتفرج على وليد صلاح الدين. وفي الزمالك كان محمد صبري. يعني واحد من الناس اللي كانت جامده جدا يعني. فوليد صلاح الدين طبعا موهبه مش طبيعيه يعني، نادره. أيوة. التكرار يعني طبعا. واحد شاي يا ابني عند الكابتن سيد. لا ده حقيقة كابتن وليد، انا بقول دايما انه صحيح ان متعة كرة الاهداف والبطولات، بس في عند لعبت عند جمهور الكرة وعشاق الكرة وقت كتير بتبقى المتعة انك تستمتع بالكرة في رجل لعيب، وانت كنت الحقيقة واحد من اللعيبة دي يا كابتن وليد. الحمد لله، ربنا يخليك. الحمد لله. قول لي، مطمن على الاهلي؟ وطبعا حسم بطولة الدوري، البطولة المفضلة، عدد كبير جدا من الارقام القياسية. بتشوف اداء الاهلي السيزون ده ازاي؟ وبتشوف انه ممكن يكمل السيزون ده ببطوله افريقيا ازاي؟ بص، احلى حاجه في الاهلي ان انت مطمن على الاهلي على طول. يعني ما ممكن يحصل لخبطه شويه، تحصل تضيع بطولات سنه سنتين. ايوه، بالكثير. لكن الاهلاويه الاصليين على طول مطمنين على النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده كده ثوابت، عنده ثوابت ما بتتغيرش عبر التاريخ. ممكن بيجي لعيبه ما تكونش مثلا كواليتي عالي قوي، ممكن يحصل لخبطه شويه في المدربين، يحصل غياب للبطولات كام سنه، لكن عندك ثوابت بتقدر ترجع عليها. النادي الاهلي من اكتر الانديه اللي الواحد شافها في العالم بيعرف يرد بسرعه. أيوه. لما يلاقي فيه شويه لخبطه، فاللي دايما بينتمي للنادي الاهلي هو ما عندوش اي قلق ابدا ان النادي الاهلي هيرجع اقوى من الاول. فدي حاجه الحمد لله. يعني اسمح لي يا كابتن وليد، اتفق مع جزء من اللي انت بتقوله، ويمكن ده انا كنت بتكلم فيه مع كابتن سيد. ثوابت الاهلي ومبادئه والاركان اللي واقف عليها، الامبراطوريه العظيمه دي اللي ممتده لاكثر من 113 سنه، واضحه وصريحه، وفي اولها الحقيقه جمهور عظيم يتسند عليه اي كيان. لكن يمكن يكون اللي حوالينا هو اللي بيتغير، يمكن يكون المرحله اللي جايه فيها حاجات جديده تخلينا نفكر بشكل مختلف. مش عارف تتفق ولا تختلف معايا في الجزئيه دي. اتفق معاك تماما، بس حتى الجمهور علشان يبقى الواحد برضو امين في الطرح بتاعه، حتى الجماهير ممكن ساعات بيبقى جزء بيتغير. يعني خلينا نقول ان احنا داخلين او عايشين عصر السوشيال ميديا. أيوة. عصر ممكن ولاد صغيرين دلوقتي من سن مثلا 10 12 سنه دلوقتي بيكتب رايه وبيقول رايه، ممكن رايه ده يكون بتجاوز، ممكن رايه ده يكون مش عن خلفيه يعني فيها ثقافه عاليه. خلينا نطلب من جماهير النادي الاهلي الكبار ان هم دايما يحطوا الثوابت دي في دماغ الولاد الصغيرين. أيه. مهم جدا ان محدش يخطفك لحاجه النادي الاهلي مش متعود عليها. لما تشوف مثلا حتى مجلس الاداره اخطا، حتى جهاز الكرة اخطا، خد بالك ان انت بتتكلم على نادي ليه ثوابت. فاوعى تبعد عن المبادئ بتاعت النادي الاهلي. دايما بننتقد
بدون تجاوز، دايما تقول رايك في فرقتك ودايما تقول اللي انت عايزه، لكن مهم جدا ان انت تبقي على ثوابت النادي الاهلي. فاتمنى الجمهور دايما يبقى موحد او متوحد في الجزئيه دي. انا بشجع النادي الاهلي وحتى ممكن انتقد النادي الاهلي، لكن انتقاد يرجع النادي الاهلي للطريق الصحيح. كلنا نتمنى ان النادي الاهلي ياخد كل البطولات اللي في الدنيا، صحيح. لكن ده ما بيحصلش مثلا في العالم كله، وارد جدا ان انا اخسر بطوله عادي. ليفربول بياخد دوري وما بياخدش دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اوروبا مثلا. ريال مدريد خد الدوري ويخسر الكاس، برشلونه ياخد مثلا دوري الابطال، وهكذا. فمهم جدا ان احنا نتعامل مع النادي الاهلي بان ده الكيان اللي احنا بنحبه. هي دي مشكله، انك بتطلع جيل اتعود ياخد البطوله بشكل متتالي. يعني هو الطبيعي بتاعه النهارده انه ايه العادي ان احنا خدنا بطوله الدوري، اللي مش عادي انك تخسر بطوله. هو الناس يعني، ودي الحقيقه دايلاما. يعني كنت بقول في واحده من مقدمه البرنامج بتاعي انه مشكله كبيره جدا انه الاهلي صاحب كل ارقام قياسيه متعلقه بالبطولات القاريه والبطولات المحليه، كان دوري كان كاس كان دوري ابطال افريقيا، لانه جمهوره اتعود على كده. لما بيخش بطوله ياخد مركز تاني ممكن ده يبقى انجاز عظيم جدا لانديه كتيره، لكن بالنسبه للنادي الاهلي دي خساره فادحه وحاله من حالات الحزن عند الجماهير انه الاهلي خد مركز ثاني في البطوله. والله يا احمد، ده على فكره انت كنت معانا في الاستوديو النهارده ولا ايه؟ لا والله يعني ده كابتن هو شرف ليا طبعا، شرف ليا. كابتن شوبير النهارده بيقول لي بعض جماهير الاهلي متخوفه على النادي الاهلي. قلت له يا كابتن شوبير، احنا واخدين الدوري، والدوري ده اكبر بطوله في البلد. المفروض يعني لو تشوف فرحه ريال مدريد بالدوري الاسباني او ليفربول بالدوري الانجليزي. مش عايزين ننسى ان احنا لما نحقق الدوري دي حاجة كبيرة جدا لازم الجمهور يحسها. مش الجمهور يمشي يقول لبعضه عادي، ما احنا ناخد الدوري ده عادي وما بقاش ده المقياس. انا شايف ان النقطة دي فيها ظلم كبير لجهاز الكورة والمجلس الإدارة وللعيبة. الدوري ده المقياس الحقيقي لقوة الفريق. طبعا، والحقيقة انه كمان مش بس محقق بطولة، ده محقق بطولة بفارق كبير جدا عن اقرب منافس ليه، وبعدد كبير جدا من الارقام القياسية، ولسه قدامه ماتشات تانية ممكن يزود فيها الرصيد، سواء من ناحية الاهداف او من ناحية النقاط. احنا ممكن يعني لو ربنا كرم الفريق في بقية مشواره يبقى عدد رقم قياسي من نقط ما وصلوش النادي الاهلي في اي مسابقة دوري قبل كده. تهيأ لي كده. اعلى رقم كان 88. كان 88، احنا لو كسبنا اللي جاي كله تهيألي نوصل 93. 91. اهم اتقرب من الارقام عند الكابتن سيد. لا كابتن سيد ما شاء الله، ما انا لسه بقول له في الفاصل والله ما شاء الله فيما يتعلق بالارقام ذهن حاضر وذاكره قويه جدا. خلينا نتكلم شويه، ارجعك بالتاريخ لورا شويه كابتن وليد، وتفتكر لنا كده اكتر الذكريات اللي بتربطك بكابتن سيد عبد الحفيظ بره الملعب او جوه الملعب زي ما انت تحب يعني. والله سواء جوه الملعب ولا بره الملعب حكايات وحكاوي كتير قوي. لكن كابتن سيد عبد الحفيظ واحد من النجوم اللي كانت وهي طالعه واضح عليه القياده، باين عليه كابتن بجد. يعني احنا الجيل بتاعنا بعد لما اللعيبه الكبار غادروا وكان اخرهم كابتن حسام والكابتن ابراهيم حسن، بقيت انا كابتن الفريق. بس كانت حاله خاصه ان ده الكلام ده سنه 98 مثلا، فبقى انا عندي 27 سنه وكابتن النادي الاهلي. ومعايا الكابتن هادي خشبه في نفس السن برضو، الكابتن الثاني للنادي الاهلي. وكابتن عصام الحضري كان ساعتها وكابتن سيد عبد الحفيظ. احس ان احنا يعني صغيرين على فكره كابتنه النادي الاهلي. فكنا محتاجين جدا ان احنا نبقى مع بعض ونلم بعض ونبقى بنتكلم مع اللعيبه الصغيره بقى اللي كانت جايه لنا. كان شادي محمد وسيد بقى يفتكر الجيل كله، وكان ابراهيم سعيد وحسام غالي، مجموعه كبيره جدا من اللعيبه الصغيره اللي انت عايز تنقل لهم مبادئ النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي، وازاي تفرح بعد المباراه، وازاي ما يبقاش فيه تجاوز في حق المنافس، وازاي ما يبقاش فيه مبالغه في الفوز بالبطوله. الحمد لله يعني ربنا كرمنا مع مستر مانويل جوزيه دوري ابطال افريقيا. كابتن سيد عبد الحفيظ كان ليه دور كبير في مباراه الترجي والهدف ومباراه صن داون. هو يفتكر اللقطه الشهيره اللي بيننا واحنا صايمين احنا الاثنين، وكان في حكاوي كتير. وكابتن سيد لو يفتكر فرحه يعني احنا كنا مع بعض في فرحه بقى، مش عايز اقول لك.
وليد انت خش نام يا وليد، خش نام يا وليد. العيال الصغيره، العيال الصغيره لسه في الاوتيل لحد دلوقتي جايه من الفيوم. فاكر يا كابتن سيد؟ انا بقول لك كابتن وليد العيال الصغيره لسه في الاوض لحد دلوقتي ما طلعتش. انا عايز اقول على كابتن وليد ممكن يبقى في حاجه الاول بجد يعني، وبعدين هقول لك الموقفين اللي ممكن انا عمري ما انساهم مع كابتن وليد صلاح. ده منهم موقف المهندسين، مهندسين وانتوا بتجروا عشان لا هو بقى هو يعمل لفتين وبعدين يخش جاد ياكل يضيع اللفتين. لا انا الموقف الاولاني ما اعرفش انت هتفتكر الكلام ده ولا لا يا كابتن وليد، البطوله الافريقيه بتاعه 2001. البطوله دي كانت غايبه عن النادي الاهلي بقى لها 14 سنه، وكابتن وليد كان هو كابتن الفرقه. وبعدين يبين لك برضو الانسان بيفكر لما تلاقي الفرحه كبرت قوي وبقت يعني مبالغ فيها فتقلق. يعني تقلق من اللي جاي. فاحنا تعادلنا هناك 1-1 مع صن داونز. ما اعرفش يا كابتن وليد انت هتفتكر الكلام ده ولا لا. يعني وليد واحنا طلعنا من الملعب على المطار على طول، يمكن واحنا في الاوتوبيس، كان اوتوبيس صغير كده كابتن وليد، واحنا في الاوتوبيس واحنا رايحين على المطار يعني فرحانين طبعا بالتعادل، والتعادل كان ساعتها يعني بالنسبه مش ساعتها على طول تعادل ايجابي، والمباراه النهائيه في مصر ف يعني بالنسبه لك عندك ادفانتج كبير جدا، فرصه عاليه يعني. فكابتن وليد يعني هو في الاوتوبيس، كان الاوتوبيس صغير، فقال لنا خلي بالكم بس استاد القاهره كان هيبقى 21 ديسمبر يا وليد، الماتش ده العوده كانت هتبقى 21، الماتش الاولاني كان هناك 8 ديسمبر والماتش الثاني كان 21 ديسمبر 2001. فقال لنا استاد القاهره هيبقى مليان مقفول، انتوا عارفين يعني ايه واحد يطلع من الاستاد ده مروح وهو زعلان انه ما خدناش الكاس؟ عارفين يعني ايه جمهور النادي الاهلي يبقى 100 ولا 120 الف واحد في الاستاد ومروح زعلان؟ هو عايز يقول لك خلاص النتيجه دي انتهت اركن بقى، فكر في اللي جاي، فكر في المباراه الثانيه. ال 120 الف اللي جايين دول اوعى تروحهم زعلانين. فانت بتنقل طريقه التركيز من فرحه بقى مفرطه او مبالغ فيها لدرجه تركيز عاليه. فدي من الحاجات اللي انت تتعلمها. يعني وليد برضو من الناس اللي طب ده موقف قلت على انت قلت المستوى موقف. الاداري يعني كان عامل طفره كبيره جدا مع كابتن مختار في الاتحاد السكندري، كان مدير كره رائع يعني، كتير كنا بنتكلم يعني بتتعلم منه حاجات وبتستفاد منه حاجات كتير جدا في الفكر والطرح والاقناع. يعني الموقفين بقى اللي يمكن انساهم مع كابتن وليد، موقف في مباراه صن داونز النهائي دي لو احنا بنتكلم عليها، احنا صايمين، المباراه كانت قبل الفطار وتعبانين. يعني انا بقى لي 5 شهور كنت متعور، كنت جاي من صليبي، من رباط صليبي، وكابتن وليد يعني البنزين خلص واحنا الاثنين مش قادرين. فاحنا وقعنا احنا الاثنين يعني انا بصيت له الكره وبقع، ففضلت واقع مش قادر اقوم، فهو طولت منه كده راح واقع، راح مدهاني في قلبي وانا واقع كده رحت مدهاله تاني. فاكر يا وليد؟ المشكله ان احنا الاثنين كل واحد مش عايز الكوره تضيع منه عشان منه الجوزيه بره، فكل واحد عايز يدبس الثاني ان هي تبقى راحت منه. لا مش الموقف بقى يعني بطيخ شرم الشيخ ده ما كانش بيتقطع من عند وليد. ها وليد؟ ده الجواز الشهر بتاعك. ماشي يا عم وليد، تشكرك كابتن وليد، ألف مليون مبروك، مبروك عليك وعلى جماهير النادي الاهلي وعلى امال افريقيا يا رب ان شاء الله، روحونا كده دايما يا رب ان شاء الله. افريقيا دي عليها كلام كتير وعلامات استفهام كتير قوي يا كابتن وليد، وجمهور الاهلي، انا بتكلم على لسان جمهور الاهلي او جزء كبير من جماهير النادي الاهلي، حاسه انه البطوله اللي جايه دي مش بس ملعب، مش بس 90 دقيقه، ممكن يبقى ليها حسابات واعتبارات ثانيه، وده هيكون كلامي مع كابتن سيد. متفق مع وجهه النظر دي؟ يعني انا هكلمك بمنتهى الصراحه على خلفيه، متفق وخايف، بس متفق وخايف. في حاجه بس عايز اتفضل. اتفضل يا كابتن وليد. ما نحطش يا جماعه لود وما نحطش ضغط على اللعيبه. خدوا بالكم في عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي ممكن تكون دي اول بطوله او ثاني بطوله ليه. ده دوري مظبوط. بقى عندك 7 يا وليد، كابتن وليد في 7. عندك 7 اول بطوله دوري ليهم. لا كم واحد بقى يا كابتن سيد خد افريقيا؟ لا الجيل اللي انت فيه ده، لا الجيل الحالي ده انت بتتكلم بس احنا اخر حاجه كانت كونفدراليه كابتن وليد 2013 على ما اتذكر، صح؟ 2013 يعني هتلاقي احمد فتحي مثلا، هتلاقي وليد سليمان، احمد فتحي. برافو عليك. انا عايز انور حاجه بس، واتمنى من الكابتن سيد كمان ان هو ياخد باله منها كويس قوي. وهو طبعا بيحضر للمباراه وبيتعامل مع اللعيبه نفسيا. ما انا اتمنى
جماهير النادي الاهلي تشيل شويه الضغط من على اللعيبه اللي انا ماشي في كل حته. اه مبروك كسبنا دوري افريقيا بقى. اه اصل لو ما خدناش افريقيا هو ده اصل لو ما خدناش افريقيا انا مش عارف كتير. لا الضغط ده في حد ذاته خطر وغلط. فاتمنى ان الكابتن سيد عنده شغل كتير قوي 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 الفتره الجايه ان بقدر الامكان، لان انت عندك في الاخر في الملعب جوه عندك قفشه وعندك احمد الشيخ وعندك جيرالدو وعندك كلهم لعيبه برضه سنهم صغير. في نفس الوقت انت رايح للوداد في المغرب، الملعب ممكن يبقى متقفل بعد كده ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب اذا كنا نقابل نادي الزمالك. يعني اتمنى كده طبعا، اتمنى طبعا ده طبعا طبعا. في كل الاحوال الماتشات دي محتاجه ثبات انفعالي ومحتاجه اللعيب يلعب وهو مش مضغوط. لو اللعيب حس ان هو لما هيغلط هيتحاسب هيغلط. اه يعني دي بس جزئيه بس طبعا. كابتن وليد بشكرك شكرا جزيلا ونورت.